دين عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هدى. صارت به الدنيا تسير بمنهاج، نور على نور على نور هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخواني وأخواتي، كسود هذا برنامج كني رمضان لها أها مزرعة رمضان موسم كيسي صدحات، وعين حلقضا تيكو الرئيسيكا هذلني كيف نفهم القرآن، وحين سوق هذلني لبقضب أو كلاء الدعاء يقضب كلاوات أوها ترك المعصية قضب كصدحات. أي نقول كالمين يا إن قرآن كأنه فهمنه وحوي هي تعلم اللغة العربية، إن أنه برنو لغة عربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهي قرآنك وحكسو الدقي والله تبارك وتعالى وكسو الدجي لغة عربية. قال الله تعالى، الله تبارك وتعالى وحوري نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن قفك أنا فهمين لغة عربية، قفك أسي مرة بأود ما يلانا يئنو فهمو قرآنك، وأنا إنو برتو علوم عربية سيدا النحو دا هي الصرف هي بلاغة هي ويحي لها المال. قضبك صدحات ألا يكون هدف الإنسان وهمه تكثير الصفحات التي يقرأها، وإن قفك مركو القرآن كأقرية يهم جيسا وننقن كلية سيدو إن بضن وأقرن لها. ويعدي أرنتا وكفكرة قرآن كي وحو سمعين يا إنو دك دك بضن وقليو ونن أددامين ونوحبنا كفهمين. أيا داعس ابن مسعود رضي الله عنه وحولها صحابك جليلك لا تهذ القرآن هذ الشعر، قرآنك هذ الدجنين سيدا قبيق اللود الدجي أوكال. وقفوا عند عجائبه، عجائبته وقرآنك كهل يسكر تاغ وكفكرة، وحركوا به القلوب، قلوبتنا كل قاتية قرآنك. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، مدكين هم جيسو يانو نقن سيدو صورة دا ما يستير لها أما جيسكا ودى ما يستير لها أما قرآن كدماتي أو سيد أخصاه ودى ما يستير لها. قضب كشنات وحو نقن يا أن يتعلم تفسير القرآن، إن قفك وبرتو تفسير كقرآن قفك مربا هدي وقرآن كعقرية يو وحل قدبون إنه معنيه صبرته أو سمايست جدول وقرآن كمعنيه سكبرت. ما أنت نرنتي آد بو منتشر وياه قف والبنا وأسهلية هي إنه برتو تفسير كقرآن. قضب كالليحات وحنا قلنا يا أن يقرأ القرآن بحضور القلب، إن أوقف القرآن كمركه وأقرنا يو وكو أقريه سي إساغو قلبي جيسو سوى تشيدو. وإدد فربضان وعي قرآن كأقريان إياغو وحكا لكو مشغول صن أما وحكا لكا فكرايا
وعقلجيسي يقلبي سوى مالك لكم مقيه قفك هذه وحالة داس أما أرنك أكسي في سنة حين قرآن كاو أقرين أيو أو عرب كا أقرين أيو وحبك ما ينتفع صني طبعا والله قرية أجر كقراءة والله تبارك وتعالى واصينا يا لكن وحفر بضن أو ككور لسنة أيو مجرتو مارك قفك وعين أو قرآن كاو أقريو سيدجن waxa weeye qalbigiisa iyo carabkiisu inay isla socdaan qodobka toddobaad aynu ku soo gabagabeynayno biidhnillaahi ta'aala wuxuu noqonayaa qofku inuu barto tajwiidka quraanka cilmiga tajwiidka la yiraahdo waa inuu qofku barto laana tajwiidku waa dariiqa qofka gaarsiinaysa إن القرآن كو أقرية ترتيل وأنا صفة النبي عليه الصلاة والسلام والرب أمري إن القرآن كو أقرية وحيد الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا القرآن كترتيل بما النبي عليه الصلاة والسلام لليه وحيد الله تبارك وتعالى مركل لها وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ujeedada marka quraanka loo soo dajiyay ee Allah tabaaraka wa ta'aala uu soo dajiyay waxa kamid ah qofku in uu u aqriyo si degan oo tartiil ah tartiilkuna sida culamaa at-tajweed wal qiraa'aat ay ku taariifiyaan wa huwa qiraa'atu al-quraani bihudu wa quraanka in loo aqriyo si degan مع تدبر المعاني يضع الله فير فير صنايو معنيهيس ومراعاة أحكام التجويد لنا إلى علينا أحكام التجويد وإن وقف مركا حل إسكا صارو سيدو أبرا لها تجويد سي قرآنكو وغدر دامو أو فوائد فربضا وكالر دحبحو نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين